الصحف الوطنية الصادرة اليوم تطرقت في صدر صفحاتها الأولى للرئاسيات وللحملة الانتخابية بعد أسبوعها الأول. صحيفة الشعب كتبت في صدر صفحتها الأولى تصريحات لنائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح: لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني. وأضافت بأن كل محاولات المساس بأمن البلاد واستقرارها فشلت وستفشل مستقبلا. وفي ذات السياق نقلت صحيفة المساء: الشعب الجزائري شعب الرهانة الكبرى. يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي أكد بأن الشعب الجزائري أثبت وحدته وأن العقبات الموضوعة في طريقه لا تؤثر على مساره الوطني. جميع الإجراءات اتخذت لإنجاح العملية الانتخابية، عنوان اخترته جريدة لوغيزون لزيارة الفريق أحمد قايد صالح للناحية العسكرية الرابعة، والتي أكد خلالها أن الشعب سينتصر رفقة جيشه على أذناب العصابة كما انتصرت الثورة بالأمس. الشروق عنونت حول تفاصيل الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية: الخمسة يرفعون سقف الوعود. وتطرقت الصحيفة لخطابات المترشحين التي ترى بأنها شعبوية وتستميل الطبقة المتوسطة باللعب على وتر الأجور، كما لفتت الانتباه إلى أن المترشحين يتبرؤون من العصابة. بالبنط العريض عنونت صحيفة لسواغ في صفحتها الأولى: الطاب الكبير، مشيرة إلى تمويل الحملات الانتخابية والتي تخضع لقوانين محددة في الوقت الذي يفضل فيه المترشحون عدم الخوض والتفصيل في الموضوع. وذكرت صحيفة البلاد حول أموال الحملات الانتخابية على لسان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن مراقبة أموال تمويل الحملة ليس سهلا، كما تعهد محمد شرفي باستعمال القانون في حال تورط رجال أعمال فاسدين في تمويل حملات المترشحين.